بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباب توقف البيض والإنتاج النهاردة إن شاء الله بإذن الله ده هيبقى موضوع حلقتنا مع بعض إن شاء الله، بناء على الأسئلة الكتيرة اللي جات لي. أنا الحمام عندي ما بيبيضش، الحمام بقاله فترة كبيرة جدا مريح. هنقول بعض الأسباب إن شاء الله، والأسباب دي لو قدرت إنك أنت تحلها بإذن الله مش هيبقى في عندك أي مشكلة. أول حاجة يا جماعة لازم تتأكد إن مفيش عندك ديدان للحمام. طبعاً هتشوف الزرق بتاع الحمام بتاعك او الزبل داخل المكان بتاعك اذا كان فيه ديدان ولا لا. هتتاكد طبعا ان لو كان فيه ديدان ولا حاجه طبعا هتدي بندكس، وكنا اتكلمنا عليه قبل كده. البندكس ده بندكس شراب او اللي هو البرشام، تمام. لو بندكس طبعا اللي هو الحبوب ده حط حبايه على اللتر، ولو شراب هتدي 4 سنتي على اللتر، ولو مباشر هتدي سنتي مباشر في الفم، ولو هتدي برضو الحبايه ممكن تدي نص حبايه للفرد مباشر كده. دي الجرعه اللي احنا هنديها للاندكس، هتديها لمده 3 ايام، تكرر الجرعه بعد 14 يوم عشان تقضي عليها تماما، وبرضو هتكررها لمده 3 ايام. ده كده حلينا المشكله اللي هي بتاعت الديدان. او تاني حاجه طبعا اتاكد ان فرد الحمام بتاعك خالي من الامراض تماما، مفيش اي اسهالات الكلام ده. برضه انت ممكن تكون سبب من الاسباب دي دخولك كتير عند الحمام، برضه ممكن يعمل زي توقف عند البيض، يعمل له توتر، يعمل له اجهاد حراري، يعمل له اسهال. وكنا اتكلمنا قبل كده عن الاسهالات اللي هي بتيجي نتيجه ان ما بيبقاش فيه اي مرض، اللي هو نتيجه التوتر عند الحمام بتاعك، الاضاءه اللي هي زياده عن اللازم داخل المكان بتاعك ليل مع نهار، برضه ده بيعمل زي عصبيه عند الحمام بتاعك، بيبقى فيه زي عمليه ارق، الكلام ده كله بيساعد طبعا على ان بيقلل الانتاج. في ناس بتقول لك انا بعيد النور ليل مع النهار عشان ازود الانتاج بتاعي، ده كلام مش مظبوط يا جماعه، وعن تجربه برضو ان شاء الله. طبعا احنا اتاكدنا ان الحمام بتاعنا مفيش فيه اي امراض ولا اي حاجه. طبعا انت لازم تهتم بالحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي هي الفيتامينات، الكالسيوم ده لازم برضو تديه للحمام بتاعك. بالنسبه للكلفه انا هتكلم على الكلفه طبعا لازم تكون متوازنه، ودي عندي برضو مشكله عندي هنا طبعا حابب اوريها لكم. اهي كده يا جماعه، ادي الكلفه اللي عندي، بص الكلفه عامله ازاي، اهي كده كده واضحه، بص اهي قربها لكم شويه من الكاميرا، اهي كده بص يا جماعه، ادي الكلفه اهي، معظمها دورها صفرة كتيره جدا، زائد ان في هنا حبوب اهي، يعني مثلا حبايه فول زي دي كده، بص دي كده ايه ده يا جماعه. طبعا دي كلفه سيئه جدا، دي طبعا هتضر الفرد الحمام بتاعنا، هتديله امراض كمان، مش هتساعد كمان على الانتاج كمان بس، لا ده هتضر فرد الحمام بتاعنا. الكلفه غير متوازنه تماما في المره، يعني حتى كمان انا هوري لكم اكتر اهي، اهي كده يا جماعه. زائد ان هي طبعا كنا اتكلمنا قبل كده عن العلف، والعلف ده طبعا طالما الكلفه مش متوازنه فيها دوره صفراء. الفول اللي هو السيء اللي احنا شفناه ده مثلا اهي، برده حبايه فول دي كده غلط، تمام. الدوره الصفراء دي كتيره جدا، طبعا الدوره الصفراء كتيره جدا في الكلفه، بتبقى غلط جدا على الحمام وعلى الناس بالذات، بتعمل زي تليس عن المبيض بتاع فرد الحمام بتاعنا، او عند النتايه بمعنى اصح، هي بتعمل دهون لفرد الحمام بتاعنا. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكلفه واسبابها، العلف اللي هو بيبقى موجود في الكلفه برضو سبب اساسي من الاسباب الرئيسيه اللي هي برضو بتعمل زي عمليه دهون عند الحمام بتاعنا. كنا اتكلمنا قبل كده عن العلف ونلغيه، يا ريت نلغيه خالص عشان برضو انا كنت بشتغل فيه، ولما بطلته صدقني حسيت بفرق كبير جدا. يقول لك طبعا التاجر لا العلف البياض ده لا اساسي ومش عارف ايه والكلام ده عشان الحمام يبيض والكلام ده، احنا اتكلمنا على الحاجات اللي هي بتساعد على البيض. يبقى نهتم بالكلفه المتوازنه اهم حاجه. الكلفه دي طبعا انا كسلت ان انا انزل اشتريها، فاتصلت بعت للتاجر بالطريقه دي كده الكلفه، طبعا الكلفه دي انا هظبطها تاني، هشيل طبعا الدور ده، حاول ان انا اشيل احاول طبعا ان انا اشيل الفول البايظ ده كله، هزود طبعا عليها طبعا الدوره العوجه، هظبط الكلفه المتوازنه، وهسيب لكم برده اللينك بتاع الكلفه اللي هي بتاع كلفه الصيف برده عشان لو محدش شافها نشوفها مع بعض. طيب احنا طبعا ظبطنا الكلفه وظبطنا الدنيا دي كلها، ولكن في طبعا فصوص لسه ما اشتغلتش. هنشوف دلوقتي مع بعض مثلا كده، دلوقتي مع بعض قص كان عندي مريح
هنشوف الوقت مع بعض ونشوف انا عملت ايه معاك. ده كده يا جماعه قص كان عندي مريح والحمد لله النهارده طلعت لقيت ادي الحصوايه الاولى يا الحمد لله بفضل الله اهو. القص ده كان كده مريح كان كل الحمام طبعا شغال الا القص ده برضو ما لقنيش الموضوع ده. طالما القص ما فيهوش اي مشكله انا ما بيقلقنيش حاجه زي كده. طبعا كنا بنتكلم قبل كده على اهم حاجه طبعا التحديق زي ما انتم شايفين كده برضو التحديق انا حاطه في الطاجن دي حاجه انا كنت هنساها. التحديق ده مهم جدا برضو للحمام ده برضو هيساعدنا على زياده الانتاج. انا عارف ان القص ده شغال يا جماعه وما فيش فيه مشكله فما يقلقنيش حاجه زي كده. طبعا اهتميت بالفيتامينات اديت للنتاية الاوميجا 3 طبعا هديت عليها ممكن تكون هي طبعا ريحت كده مع نفسها ما فيش مشكله الحمام ممكن يريح ما تقلقش نفسك من الموضوع ده. اهم حاجه تتاكد انك انت ما فيش حاجه عند الحمام وما فيش اي اعراض اللي هي الاعراض اللي احنا قلناها دي. اهتميت بالكالسيوم بالفيتامينات الحمد لله النتايه اهي الحصويه الاولى طلعت النهارده لقيتها محصياها تمام عشان برضو ما تقلقش نفسك مثلا ايه الحمام عندك طالما كان شغال وريح يبقى لازم تعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي وان شاء الله هيبدا يشتغل تاني. يبقى كده اهم حاجه يا جماعه نهتم بيها اللي هي الفيتامينات الكالسيوم الاملاح المعدنيه طبعا التحديق الكلفه المتوازنه طبعا هنتاكد ان الحمام بتاعنا ما عندوش ديدان ما عندوش اسهالات الكلام ده كله لو مظبوط صدقني بعد كده مش هيبقى في توقف عن الانتاج ولا حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. واهم حاجه تهتم بالكلفه تحفير الكلفه بالثوم والبصل بودر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده بثنائي فوسفات الصوديوم نوع لحمامك طبعا في الميه زي ما قلنا قبل كده الفيتامينات الكالسيوم ان شاء الله باذن الله مش هيبقى في توقف عندك في الانتاج. ودي كانت نهايه حلقتي معاكم يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش في نهايه الفيديو باللايك والشير ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.